واحد عطال بطال مثلك وما بجيبه ولا فلس، ما تقول لي وين رايح؟ اكيد ما بجيبه ولا فلس طبعا، لان فلوسه راحت بالمولات وبالمحلات وبالمطاعم. فرحان بهاي التفاليس؟ وين رايح احكي لي؟ جوز عندك وحده ثانيه، الجوز متزوج علي. للتشبيه مطي، انا متحملك حتى اتزوج وحده ثانيه. صابرين صلي على النبي، انا طالع ادور شغل، ادعي لي الله يوفقني. وعلى شنو تدور شغل؟ على شنو تدور شغل؟ ليش ما ترجع ويا ابوك؟ مو جل هنا حتى يرجعك وانت رفضته؟ لك بابا على حال اخوك، دشوف خدوده شلون مورده من العز. وانا خدودي ما مورده من العز، اني مو تاجر الذهب اللي قتلت روحك عليه. اسمعيني، اني هسه واحد دا يدور شغل، وانت زوجته ولازم تتحملين هذا الوضع. انسي موضوع الذهب، ابويا بعد ما يرجعني، ابويا اذا اروح لا يطردني من الباب. خوش رغم مديت ايدك علي، بس انا راح اسوي عليك فضل، وانا راح احكي ويا ابوك. دير بالك تفكين حلقك. ليش؟ انا رجال وانا اتحمل مسؤوليه، انا اشوف حل. شو تشوف حل؟ ما تفهمني شو تشوف حل وانت يوميا طالع وراجع لي بنص الليل؟ شو تشوف حل؟ لك مقعدنا هنا حالنا حال المجاديه، حصره علي اشتري شغله، حصره علي اروح للطبيب، مخليني بحصره الفلس، شو تشوف حل؟ انا بعد ما لي علاقه بيك، انا اللي راح اتصرف، وانا اللي راح اروح واقول لعمي بالقران اطلقك.